الولاء والطاعة والاحترام، مش هعمل كده تاني أبدا. حرمت يا بيه، أنا غلطة، أنا آسف يا عم هنا أبو ريدة، أنا آسف يا عم برزنتيشن ومحمد كامل، أنا آسف يا عم اتحاد الكورة، أنا آسف. اعملوا فيها اللي انتوا عايزينه، أنا مالي، أنا مالي، إيه العبط اللي أنا بقوله ده؟ وحقوق وماتشات وشارط بس وحصري وبصري وفيفي عبده ودينا ونعمة مختار وزينات علوي، انا مالي، وقطر واليوم السابع واون سبورت واون العاديه، وفي ايه؟ في ايه يا اخوانا؟ صلوا على حضره النبي. انا غلطان يا جماعه، انا غلطان، انا حمار، انا ما بفهمش، انا راجل بقدم لكم كل الاعتذار والاسف، ومش هعمل كده تاني، ومش هصدق كلام الرئيس ولا كلام رئيس الوزراء ولا كلام رئيس المخابرات ولا كلام وزير الداخليه ولا كلام كل الساده الوزراء اللي كانوا قاعدين مع الرئيس امبارح وقالوا يا جماعه الاساس هو محاربه الفساد. اوعى اوعى، هتلاقي برنامج هنا وتلاقي برنامج هنا وتلاقي موقع هنا وتلاقي رساله هنا وتلاقي واحده اموره جميله تطلع على صفحتها تقول كلمتين، السيسي يوجه بمحاربة مختلف أشكال الفساد. ده الرئيس، ده مش أنا، ده في اليوم السابع وقبلها في صدى البلد السيسي يعقد اجتماعا مع كبار المسؤولين ويوجه بمحاربة الفساد. ده الرئيس مش أنا، اجتماع حرب في الرئاسة لمواجهة الفساد وآثار التعويم. ده الرئيس مش أنا، ده في مصر اليوم الوطن جولة جديدة في الحرب على الفساد وحماية محدودي الدخل. ده الرئيس مش أنا، مش أنا والله، والله العظيم ده رئيس الجمهورية، واجتماع كان حضره رئيس الوزراء وحضره رئيس المخابرات وحضره وزير الداخلية وحضره رئيس الرقابة الإدارية وحضره كل السادة المسؤولين، وفي كده شريط محطوط بيقول لك لما تلاقي فساد اتصل بكذا. أنا ما اتصلتش، أنا اتكلمت على الهوا واتكلمت بمستندات، مالكوا في إيه؟ يا إخوانا يا جماعة يا جماعة الخير، أنا بقول أنتوا ضيعتوا على البلد فلوس، وأنا دي حاجة تزعل، مش من دلوقتي، من 2012 2013 لما جبت برضو وكالة، والوكالة دي الراجل صاحبها الله يعينه ويكون في عونه يا رب ويفك زنقته، واللي جابها برضو هو نفس الأستاذ الراجل الكبير، وبعدين حوالي 25 مليون جنيه وفلق، والجميل انه كان وكاله باسم اسمها مش عارف حاجه سبورت، وبعدين بقت من غير سبورت، بس نفس الشخص، والتقرير بتاع مراقب الحسابات قال لهم كده، قال لهم ده نفس الشخص، ما ينفعش تتعاقدوا معاه كده، سرقه رسمي كده، فلوس رسمي بتضيع على البلد كده، حرام عليكم كده يا جماعه، ما ينفعش الرعايه تبقى ببلاش برضه هو. وبعدين الكاس ببلاش والدوري ببلاش والرعايه ببلاش، والراجل لهم يا جماعه ما ينفعش، سرقه رسمي سرقه علني، 25 مليون جنيه وراح مفلق، مين اللي جابه؟ برضه الراجل الكبير. وبعدين خدنا حكم، قالوا لك ما احنا واخدين حكم، طب ما احنا لطمنا وصورنا قلنا بلاش منه، ما بلاش، هنعمل ايه؟ السوق كان وحش والثوره والبلد، ما هو جه على الظروف دي، ما هو الراجل جه على الظروف دي واشتغل في الظروف دي، وهو عارف الظروف اللي احنا فيها، وعارف انه في دوري بيتلعب مره وما بيتلعبش مره، وفي مجموعات وفي جمهور وفي الحاجات دي كلها، وهو قبل بكده، لكن ضاعت. بس هو صاحب الراجل الكبير، حبيب الراجل الكبير، وضاعت ال 25 مليون جنيه، وتبص في الميزانيه يقول لك ما فيش 25 مليون جنيه، مش موجود، مع احترامي والله لشخصه، سرقوا اتنهبوا وموجود في الميزانية، والجمعية العمومية ما بتناقش. طيب نيجي احنا نوضح ونقول، يجي اللي بعد كده يا اخوانا ما ينفعش، يقول لك العقد بيقول جميع المباريات، يا سيدي دي مش مبارياتك بالراحة، بس دي مباراة اتحاد الدوري الاتحاد الافريقي بيديها لك منحة، يقول لك زود دخلك زود فلوسك، انا عايزك تكسب، وبقول لك بسم الله الرحمن الرحيم فتح الميزات ب 2.5 مليون دولار، وممكن يبقوا 3 مليون دولار، يعني المباراة بمليون دولار، بس انا هاخدهم باكج من بدري،
وهدي لك قبضك، وممكن يزيدوا للمصر وهقبضك مقدم 3 مليون دولار. واصل هم ودخلوا المناقصه ومحدش دخل ودخل اقول لك مين اللي دخل قدامهم المزايده يا فندم؟ اقول لك مين اللي دخل المزايده قدامهم ولا بلاش؟ اقول لك كانت مترتبه ازاي ولا بلاش؟ ما بلاش. انا جاي وقلت خلاص عندنا مباراه غانا عايزين نركز فيها، وانا برضه احسبه معايا هم 5 دقائق، لا شغل رقصات ولا شغل عوالم ولا شغل، لا 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 خالص، مالناش في الكلام الفارغ ده، بالراحه بالمنطق كده. حتى الماتشات اللي انت لازم تعملها للاتحاد ما عملتش نصها كمان. بتقول اصل العقد لازم مش عارف، طيب العقد بيقول لو انا ما اديتوش الماتش بدفع له غرامه، الغرامه قيمتها 1,250,000 جنيه، غرامه ان انا ما اديلوش المباراه. المباراه بتجيب كام؟ كام مليون ضاع على الدوله في هذا اللقاء؟ سيبك انه صدى البلد تذاعها، اون تي في تذاعها، قناة مش عارف ايه تذاع، اي حد تذاع، ولا مشكلة ولا ناقصين مباريات ولا يحزن، الحمد لله والشكر لله. بنطلع هنا برنامج لا معانا دوري ولا معانا كاس ولا معانا حاجة، ومن فضل الله والشكر لله بناخد كل مرة أحسن برنامج فضل الله سبحانه وتعالى. ازاي بتاعت ربنا بقى؟ هو ربنا عايز كده عمل كده على نجيب الريحان؟ ربنا بيحبنا يا سيدي، كل مجتهد النصيب، فمش مشكلة. فأنت النهاردة عملت عقد 3 سنين. على فكرة العقد مش زي ما قال الأستاذ محمد كامل، لأنه امبارح رمى كلمة قال لك إيه؟ كل سنة طيبين، النهاردة بنتم 2 سنين فاضل لنا سنة. لا، 3 مواسم رياضية، 3 مواسم كروية. يعني المباراة اللي جاية إن شاء الله مش بتاعت حضرتك، إلا إذا الراجل الكبير حب يدي لك الدوري تاني، ده حاجة بتاعته يعني بمزاجه، يعني هي بتاعتهم الحياة الناس، ما فيهاش مشكلة خالص يعني. أنتوا أحرار لكم مطلق الحق. أنا اعتذرت في البداية. أنا في البداية قدمت اعتذار. بعتذر لكم. أبوس الجدم وأبدي الندي وأبدي الندم على غلطتي. أنا أقدر على المواقع دي وعلى البرامج دي وعلى القنوات دي، وأنا أقدر. أنا غلبان. أنا لوحدي. معايا ربنا سبحانه وتعالى وفريق إعداد غلبان على قد حاله. بس إحنا مشكلتنا إن إحنا بنقرأ وبنذاكر وبنعرف. طلع لك جهبذ الجهبذة في التليفون، أصل أنا مش عارف مين، وعملنا أي كلام في أي حاجة. التانيين مقطعين نفسهم ومموتين نفسهم، يا عم في ايه؟ ده انا بقول لك 1+1=2. دول مش مبارياتك. دي مباراة اتحاد الدوري اتحاد افريقيا، بقول لك خد زود. خد لك 3 مليون دولار، انا بديهم لك. تديهم ببلاش يا راجل، يا راجل حرام عليك. طب اقول يا جماعة حرام. ده احنا عم ده امبارح قريت لكم خبر الغاء معسكر التايكوندو، بطولة العالم، الغاء مشاركة مصر في بطولة العالم للتايكوندو. والمعسكرات بتتلغي، عندنا ازمه في البلد لازم نقف. بعدين انا بصدق الرئيس، انا اللي هصدق انا بريده الرئيس اللي هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش رئيس انا بريده، هما بيقولوا له رئيس. الرئيس عبد الفتاح السيسي ده اللي انا بصدقه. لا هصدق الرئيس انا بريده بتاع الاتحاد ولا الرئيس محمد كامل بتاع برزنتيشن، انا هصدق رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه قال لك اجتماع حرب ضد الفساد. وقالوا لنا لو عندكم حاجه فيها شبهه قولوها لنا، فقلت على الهوا. طب اقول لكم مفاجاه عشان ما تتعبوش نفسكم، هفترض ان كل كلامكم ده من اوله لاخره صح، وان انا راجل مغرض، وان انا اصلا ما طردوني من الانتخابات، وانا يقول لك اصله اتكلم على حازم الهواري وبعدين سكت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. مش مستنيين القضيه؟ وانا اتكلمت على حازم الهواري واخته، جبت حكم محكمه بحبس 5 سنين اختلاس 318 مليون جنيه، وجبت حاجه من عندي. اتكلم على مش عارف الواد اللي بيزرع فتنه ده واحد جاي يزرع فتنه في الشارع المصري والشعب المصري كله من اول لاخره، والناس لافظاه وكرهاه، فجاه افتكروا يعني الحاجات دي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وانا جبت حاجه، ده حكم 5 سنين وهيبقوا ورا القفص يوم 26/11 في محكمه جنايات اسكندريه، والاستشكال هيترفض وهيتشالوا من اتحاد الكوره. فسكت خلاص، قلنا خلاص لما يجي الحكم خلاص انتهي. وسكت بناء على اتصالاتكم وعشان خاطرنا والنبي احنا عندنا تصفيات كاس عالم ومش عايزين القصه وما تاخدهاش شخصيه. والله ما شخصيه، والله العظيم ثلاثه ما شخصيه. وجبنا المراهنات والسرقه والفلوس كل ده قلناه، يا دي ياخدها شخصيه. وانا اللي اسد برضه في الحاجات دي ومع قطر، وانا اللي شريك من قطر، وانا شريك مصنعي من قطر، وانا اللي شريك وكالتي من قطر، وانا اللي الدراع اليمين بتاع الراجل بتاع قطر. ده احنا غلابه قوي.
اللي عمرنا ما زهقنا ماتش مثلا في بين سبورت دي ولا في الجزيره ولا حاجه. ده انا طلعت مره كانت مصر مع قطر هناك، نظمنا المباراه، ربنا كرمنا جبنا نص مليون دولار عشان الضحايا، اسر الضحايا بتوع الالتراس بتوع اللي حصل في بورسعيد وبتوع منفلوط، وفضلنا وزعناهم عليهم واحد واحد من فضل الله سبحانه وتعالى عن طريق وزاره الشباب والرياضه، فضل المولى عز وجل، وجوم الراجل العظيم اللي اسمه ايمن جاده، بحبه وبحترمه جدا، قال لي يا كابتن عايزك معايا في الاستوديو في التحليل. قلت له على راسي من فوق. اه حاضر يا فندم. ودخلنا، لما جم بعدها بيدوني ظرف ولا شيك، قلت لهم اسف ما باخدش شيك، شكرا جزيلا، اصل انا بحترم نفسي، وهم عارفين موضوع الفلوس ده بالنسبه لي بعيد خالص، مش انا اللي بروح اطبل عشان القرشينات بتيجي من هنا ولا الشيك من هنا، هم عارفين ده كويس. بشتغل وبقبض من فضل الله عز وجل، عندي عقود مع برزنتيشن نفسها باخد مقابلها احيانا، واحيانا ما باخدش مقابلها، عادي جدا بتحصل يعني. عندي عقد هنا مع صدى البلد بشتغل الحمد لله، السيده الفاضله صفاء حجازي والاستاذ الفاضل حسين النازل لما قابلوني، على فكره اللي كان واخدني كان الاستاذ محمد كامل ومدام صفاء حجازي، والقعده اراهنه لو كان فيها كلمه اعتذار واحد، لكن الناس كتبوا كلمتين خلاص احترمناهم. قالت لي احمد ترجع الاذاعه الصبح الشباب والرياضه، وترجع استاد النيل، والاستاذ حسين زين قال لي تنور استاد النيل، اهلا وسهلا انتم متشكرين جدا. ولما جيت ارجع داخل الاستاذ محمد كامل قال لك ما يرجعش دلوقتي، استاذ حسين والسيده صفاء حجازي قال لك لازم يرجع ولازم ترجع الشباب والرياضه. رجع قال طب عشان خاطرنا، وبوساطه من الاستاذ هنا بريده قال لك طب عشان خاطرنا والنبي عشان مش عارف مين وزيد وعبيد بلاش الشباب والرياضه، ومدام صفاء قالت تطلع الصبح من 8 ل 10 في الشباب والرياضه ويطلع من 2 ل 4 في نغم اف ام. ما هو